دعائے ندبہ کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو حضرت امام مہدی صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں دعا، زیارت اور فریاد ہے، اور ہر جمعہ اور عید کے دن اسے پڑھنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما، اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائي الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وذبرجها، فشرتوا لك ذلك وألمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليا والثناء الجليا، وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك، وجعلتهم الزرية إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعد أن أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعد أن حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعد أن اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعد أن كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردأ ووذيرا، وبعد أن أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهشت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يذول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخضع، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كما انتجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك، وأوتأته مشارقك ومغاربك، وسخرت له البراق وأرجت بروحه إلى سمائك، وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نصرته بالرعبه وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك، ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوعته مبوأ صدق من أهله، وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك
فقلت قل لا أسألكم عليه أجران إلا المودة في القربة، وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. فكانهم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. فلما انقضت أيامه أقام وليه ولي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كانا هو المنذر ولكل قوم هاد. فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصراه واخذل من خذلاه. وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره. وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، وأحله محل هارون من موسى. فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وأحل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابه. ثم أوداه علمه وحكمته، فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصيي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي، وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالت لحمي ودمي. وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى. وهبل الله المتين وصراطه المستقيم، لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منقبة من مناقبه، يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما، ويقاتل على التأويل، ولا تأخذه في الله لومة لائم. قد وتر فيه صناديد العرب، وقتل أبطالهم ونعوش ذؤبانهم، فأودع قلوبهم أحقادا بدريا وخيبريا وهنينيا وغيرهن، فعذبت على عداوته وأكبت على منابذته، حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين. ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين. والأمة مصرة على مخته، مجتمعة على قتية رحمه وإقصاء ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، فقتل من قتل، وسبي من سبي، وأقصي من أقصي، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة. إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا،
ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتغرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الزاجون ويعج العاجون. أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ صالح بعد صالح وصادق بعد صادق. أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأخمار المنيرة؟ أين الأنجم الظاهرة؟ أين عالم الدين وقواعد العلم؟ أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمة والعوج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاسم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاسد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمردة؟ أين مستعسل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين معلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المصطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقى والحمى، يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المحذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن العطائب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضية، يا ابن الشهب الثاقبة، يا ابن الأنجم الظاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن العالم اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المعثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباحرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات،
يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والزاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، دنوا واقترابا من العلي العلا. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى برضوى، أو غيرها أمضي طوى. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ذجيج ولا شكوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من ناضح ما نضح عنا، بنفسي أنت أمنية شائقية منا، من مؤمن ومؤمنة ذكر فحنا. بنفسي أنت من عقيد إذ لا يصام، بنفسي أنت من عثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نسيف شرف لا يصاوى. إلى متى أهار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب عصف فيك، وأي نجوى. عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فأطيل معه العويل بالبكاء، هل من جذوع فأصاعد جزعا إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنهضى، متى نرد مناهلك الرمية فنروى، متى ننتقي من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونرامحك فنقر عينا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النسر ترى، أترانا نهف بك وأنت تؤم الملا، وقد ملعت الأرض عدلا وأذقت عداك هوانا وإقابا، وأبرت العتاة وجحدت الهاب، وقطعت دابر المتكبرين، واجتسست عصون الظالمين، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك استعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى، وأره سيدا يا شديد القوى، وأذل عنه به العسى والجوى، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك الطائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا، وأقمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا، حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر،
وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، وعلى من اصطفيت من آبائه البررى وعليه أفضلا وأكملا وأتما وأدوما وأكسرا وأوفرا ما صليت على أحد من عصفيائك وخيرتك ومن خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأخم به الحق وأدخذ به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم، وأعنا على تعدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، ممن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوضا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرضاخنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا، وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريان رويا هنيا سائغا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين.